الراديو 90-90 هواها مصر. نبدأ أعرف صاحبك وعلم عليهم. معانا هاجر ومي، ولكن خلينا نقول المعلمين، المعلمين الفصحى بقى. يلا بينا. المعلم عمر الكبير، دعاء إيهاب، أحمد صالح، زياد كمال، محمد إبراهيم الجوكر، إيمان سعيد، سارة مصطفى، آية الشريف، مصطفى رجب، رباب عبد الله، معلم زياد الزملكاوي، مصطفى رسام المعلمين، مروة مجدي، إبراهيم كمال AYS، وليد محمود، أماني صالح AYS، أمجد نبيل AYS، وشيماء محمود، وآية مكتشفة يونس الأصلية، ومريم حزم. مبروك العشرين دول. نقولهم كمان مرة: المعلم عمر الكبير، دعاء إيهاب، أحمد صالح، زياد كمال، محمد إبراهيم الجوكر، وإيمان سعيد، وسارة مصطفى، وآية الشريف، ومصطفى رجب، ورباب عبد الله، والمعلم زياد الزملكاوي، ومصطفى رسام المعلمين، ومروة مجدي، وإبراهيم كمال AYS، وليد محمود، وأماني صالح AYS، وأمجد نبيل AYS، وشيماء محمود، وآية مكتشفة يونس الأصلية، ومريم حازم. مبروك يا معلمين، والفسحة لسه أكيد في فسح كتير، وإحنا ما بنبطلش مسابقات. يلا بينا بقى نرحب بالحلوين. بالحلوين ازيهم؟ معانا هاجر وهاجر وماي، هما داخلين. عايز اقول لكم وشهم اصفر يا عيني يا عيني. في ايه يا جماعه؟ لا الموضوع بسيط يا جماعه. نبدا على طول بهاجر حمزاويتنا الجميله. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. عامله عالي الصوت؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ الحمد لله. الحمد لله. ماي ازيك؟ انا تمام الحمد لله، بس انا عايز اعتذر للناس كلها على الصوت اللي لا لا لسه تعتذري بعد ما تغني. اوعى تتريق. انا هتريق وانا بنتكلم. التريقه جايه، التريقه جايه، كله جاي في سكه. ذاكرتوا بعض؟ احنا بقى لنا 3 ايام عمالين نتكلم اهو من ساعه ما عرفنا. وبص بقى تليفونات بقى وحاجات. اغرب حاجه حفظتوها مشتركه بينكم انتوا الاثنين واتفقتوا وصلتوا لنقطه غريبه زي ايه مثلا وانتوا بتذاكروا؟ اسم اللبان اللي تحت. اسم اللبان. اسم اللبان. اسم اللبان رايه وسكينه. طيب حلو حلو. طيب ماشي، نلغي سؤال اسم اللبان اللي عندنا. اكيد ما عندناش سؤال اسم اللبان. لا على فكره انت قلته قبل كده وانا متابعه. لا النهارده ما فيش اسم اللبان، يعني الورق مكتوب خلاص، ما فيش غير قبل التغيير. هيوصل هيوصل هيوصل. انتوا الاثنين خارجين من ثانويه عامه كفاره. خير الله. هاجر المجموع. اقول قولي. هو ايه؟ اعلانات 98 علم علوم، صح كده؟ ادبي يا عم. ادبي دي. ادبي ان شاء الله. ادبي 98 دي هتدخل طب. ايوه صيدله. ممكن يدخلوكي طب. ماي لازم مجموع. بس انا دخلت اداب القاهره بس جايبه ملحق يعني. مش عايزه تقول خلاص. بس حلو زي الفل. ما اداب زمل زمل. طيب مي اللي هتبدا، هاجر هتغور دلوقتي حسنا. انا ماشي. مي جاهزه؟ جاهزه يا حاجه. جاهزه يا ابني كده. طب يلا هاجر انطلقي وصحباتك السلامه جوتو هيل ونبتدي معانا. هاجر ادعيلي. الله يبارك لك. صورة هاجر ومي المتسابقتين، المتسابقتين اللي معانا موجودة دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. الشير واللايك والكومنتس بتفرق معهم. كمية الشير اللي هياخدوها وكمية اللايكس اللي هياخدوها على الصورة والكومنتس اللي هتيجي على الصورة هتفرق معهم كمتسابقتين في أعرف صاحبك وعلم عليهم. هنبدأ مع مي. مي الشهيرة بمي منتس. جاهزة مي؟ لا انا عايز صوت عالي. مي مش يا رب. لا اله الا الله. طيب نبتدي على طول. ومي ما تخافيش، الدنيا بسيطه جدا. اسمك الخماسي ايه؟ مي مي صبري عبد الرحيم محمد احمد. عبد الرحيم محمد احمد. اسم هاجر الخماسي ايه؟ هاجر محمد كمال الدين صالح زيدان. ده كده سداسي. هي حفظته لي كده. صالح زيدان تمام. برج انت ايه وهي برج ايه؟ انا جوزاء وهي سرطان. انت جوزاء وهي سرطان. آخر صورة نزلتيها على السوشيال ميديا كانت ايه؟ الصورة ليا ولا صورة؟ اي صورة مدن. اي صورة ان شاء الله يكون نزلت صورة دبدوب ميكي ماوس. فعلا دي اخر صورة نزلتيها فين؟ بروفايل بيكتر. بروفايل فيسبوك تمام. ميكي ماوس. اما هاجر؟ هاجر اخر صورة نزلتها كانت صورتها بروفايل بيكتر اللي هي ايه؟ صورتها شخصية. صورة شخصية ليها. صورة شخصية تمام. جبتي كام في الانجليزي؟ لا ايه سقطتي فيه؟ نقول سقطة يعني. جبتي كام؟ لا مش هقول كده. بتمتنع على الاجابة كده بالماينس قبل ما يحصل حاجة الكلام ده؟ ايوه. ما هو انا هسألها فكده كده في بتاع 200 درجة هيطيروا على طول من السكور. ايوه يونس
بقى خلاص. ما تقولي ان شاء الله انا كنت جايب فيه 2، ايه المشكله؟ مش نجحت فيه، دخلت ادخل جبتي كام؟ لا مش جبتي هقول. ما فيش حاجه اسمها مش هقول، ما فيش حاجه اسمها مش هقول. بس يا همس بقى شاوري لي شاوري لي بالراحه كده، قولي لي همس كام؟ 5. همسة ايه نجحت؟ طب ما خلاص ناجحه الحمد لله، ناجحه وانتقلتي للكليه. كام كام؟ ها الوقت بيضيع. لا ما هو بص انا ما عنديش مشكله في الامتناع. نجحت والله نجحت. لا ما فيش نجاح، في امتناع عن الاجابه بماينس بدرجات كتير. نجحت بحاجه بسيطه بجد. كام اللي هي كام؟ الوقت الوقت. ما تعيطيش يا مي من النبي. لا كام يا مي؟ يا تقولي كام يا تقولي امتنع عن الاجابه. امتنع عن الاجابه. امتنع عن الاجابه كده خلاص. انتوا امتناعيا سقطنا في المسابقه مبدئيا، دي اول حاجه، لان المتسابقين الاثنين اللي فاتوا وقعوا اصلا لانهم بوظوا السكور، واللي قبلهم كانوا جايبين سكور عالي. اخر كلام امتنع عن الاجابه. ما تبصليش انت عامل فيا كده. وانا اعرف منين ان انت جايبه في الانجليزي بدرجه محدده؟ امر امر الله. هاجر جابت كام في الانجليزي؟ هاجر جايبه 47. 47 بس انت امتنعتي، بفكرك خليكي فاكره. اكتر ماده كنت خايفه منها وانا داخل الامتحان؟ كانت الفلسفه. كنت داخله الفلسفه. اكتر ماده كانت هاجر خايفه منها؟ التاريخ. التاريخ. ايه اللازمه اللي بتتكرر في كلامك دايما؟ اصلا اصلا. وهاجر؟ اصلا برضه. اصلا. اقرب حد لك في البيت؟ اللي هي في البيت نوها. اختي نوها. اختك. وهاجر؟ مامتها. ماما. اخر خروجه خرجتيها عائليه كانت امتى ورحتوا فين؟ اخر خروج عائليه ايه الكلام ده؟ اه كانت يوم الاربع اللي فات. يوم اليتيم. كانت يوم الاربع اللي فات. يوم الاربع الماضي. تمام. نادي المهندسين في اكتوبر. نادي المهندسين 6 اكتوبر. هاجر بقى خروج عائليه. ايه ده؟ ايه ده؟ خرجوا زغزغوا بعض؟ والله ما اعرف. ايه ده؟ الكلام ده ليه كده يا يونس؟ خرجوا فين؟ امتى وفين؟ لا من فترة، من فترة طويلة ما خرجوش. يعني مثلا نقول ايه ده يا حرام؟ حرام. يعني كان امتى مثلا؟ من شهر مثلا؟ لا ما اعرفش. من بسرعة مي انت بتضيع الوقت والاسئلة مش هنلحق نخلصها. من اسبوعين مثلا. كنت ماشي بالعربية. فين؟ لا ما اعرفش طبعا. مفيش ما اعرفش. شوارع القاهرة. ما فيش ما اعرفش. شوارع مصر. ما اعرفش يعني ماينس تاني كده. ماينس تاني اكيد عدوا على جامعة الدول. جامعة الدول. ماشي. يا زين ما اخترتي، يا زين ما اخترتي. الله يلا انت. اسم بواب العبارة عندك ايه؟ صبحي. وبواب عمارة هاجر؟ ما عندهمش. مفيش بواب. اكيد. نو. لونك المفضل في اللبس؟ الاحمر. 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 وهاجر الاخضر بقى؟ لا مش الاخضر، البينك. بعد الاحمر دي. بينك واحمر. اسم الشارع اللي فيه المدرسه بتاعتك؟ اسم الشارع هو في العجوزه الاورمان طنطا. اسمه شارع طنطا. انت من طنطا اصلا؟ لا. امال ايه؟ هي المدرسه اسمها الاورمان طنطا. اسمها الاورمان طنطا. ايوه الاورمان العاديه. والشارع بنت. اسمه طنطا. ما اعرفش والله، والنبي ما اعرف الشارع اسمه ايه. بس يعني قولي اسم الشارع بحيث ان هي لو ضربت اسم الشارع يجي معاك. يعني ينفع يعني ان شاء الله تسميه باسم المدرسه اي حاجه. الاورمان طنطا. شارع الاورمان طنطا. ما انا قلت لك طنطا اتريقت عليا. طنطا. مدرسه الاورمان بطنطا موجوده فين بقى؟ مدرسه الاورمان طنطا موجوده في العجوزه. هايل. اه بصراحه اللي سمى اسم المدرسه رائع. ده اللي استغربته. طيب اسم شارع مدرسه هاجر بقى؟ احنا في نفس المدرسه. يبقى الحمد لله الاورمان طنطا برضو. برضو غلط. اكتر صفه بتكرهيها فيها؟ شايفه انها صفه مش صفه تمام. بص لما انا ابقى بهزار جايه بهزر وهي تبقى حد جد كده في نفسها، ببقى نفسي اديها بحاجه. انت بتبقي بتهزري وهي قفشه. قفشه على الهزار ولا مش عايزه تهزر؟ لا في وقت هي شايفه انه ما ينفعش اهزر. تمام. واكتر صفه هي بتكرهها فيكي؟ نفس الحاجه. طيب انه انا بهزر في وقت هي جد فيه. طيب البسي السماعه. ايه دي؟ البسي الهيدفون اللي قدامك. تمام. اي واحده، هما كتير ما شاء الله. تحس انها بتحضر اكله.
هيجي لك مكالمه اسمها مكالمه الجوكر، مطلوب منك تقنعيه انه يديك الدرجات. يا ربي. يلا قولي الو. الو 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 الو. ممكن نوطي صوت الراديو لو سمحتي؟ اوكي خلاص تمام. مين معانا بقى؟ شروق من ريت المعلمين. شروق من عندنا مي الاحمر وبينك. الاحمر وبينك الاثنين عادي دلوقتي قدامك، يا تديها درجات يا تاخدي منها درجات، فده بناء على طلبك انت يا شروق. وعلى فكره ممكن تديها درجات كده وتقولها روحي يا بنتي راضي عنك وخدي الدرجات، يعني يبقى ربنا كرمك. والله كرمني وكرمك ويكرمك. نعم غني لي مدينه الماهر زي الاول، لو غنيتيها حلو هديك الدرجات. مش حافظاها. مش هديك الدرجات. خلاص يبقى الدرجات راحت. ليه الشر ده؟ طيب طب قولي اغنيه ثانيه وانا غنيت. طب معلش يا شروق اديها اختيار تاني، خلينا نسمع صوتها يا شروق. والنبي لا اديها اي اغنيه ثانيه. طمطم قبل كده اتفضحت. مشيت شروق. بنشوف غير شروق. راحت شروق. راحت سبتها الحته. شوف في مكالمه كمان. قولي الو. الو 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 الو. ايوه مين معايا؟ انا هوايه المعلمين يا يونس. ايه هوايه المعلمين. ازيك يا ايه؟ يلا اطلبي طلب من مي عشان تديها الدرجات بسرعه. ازيك يا ايه؟ انت بتقدم والله صعبتي عليا قوي يا مي. الله يبارك لك. يا ايه الدهني بقى من غير حاجه. الاحمر على ابوها بطيخ. يلا يلا يا ايه قولي لنا هتديها الدرجات كده شفقه ولا تطلبي طلب؟ لا طبعا هطلب طلب يا يونس. لا اله الا اللي هو انت غني لي اغنيه ماهر زين. ناس تشبه لنا. حافظاها ولا مش حافظاها؟ كمان صوتي وحش. عادي صوتك سيء. جميل. شكرا شكرا. يلا تسمعيها تغنيها لوحدك ولا تغنيها مع المزيكا؟ بس انا مانيش دعوه، انا هغنيها بس الناس بقى تقفل الراديو. مش دعوه. قفلوه من بدري والله. انت ما تعرفيش بس الحياه المره. الله يبارك. ايه انت اللي هتقيمي وتقولي تاخد الدرجه ولا لا. هي هتغني، هي تستجيب، بس انت اللي هتقولي تديها الدرجه ولا لا. تمام. مي هتغنيها. هتغني ناس تشبه لنا. مي علشان اديك ايه؟ هي هتغني لك ناس تشبه لنا ما تقلقيش. مي هتغنيها مع المزيكا ولا لوحدك؟ والله مش فارقه كده كده بايظه، بس ماشي مع المزيكا. يلا. ايه ماتت. الحكم عليكم انتوا. انا مش دا. ايه ايه نديها ولا ما نديهاش؟ انت ما غنيتيش بضمير يا مي الحقيقه، بس انا يا جماعه والله انا اصلا خايفه عليكم، الصوت وحش قوي. نديها ولا لا؟ تمام نديها الدرجات. شكرا. نرجع تاني نكمل. ده انا لو مدوني الحكم يا بنتي النهارده والله لازم انا عندي ليكي حكم اقسم بالله هيخليكي شوفي تولويني. والله العظيم انت طيب، ليه بتعمل كده؟ ما عشان انا طيب. طيب يلا بينا تاني. يلا قلنا الصفات وقلنا الصفه اللي بتكرهيها فيها وبتكرهها فيك. تمام. اخر هديه جات لك كانت ايه ومن مين؟ اخر هديه كانت جات لي من هاجر ومن 10 دقايق تقريبا. ساعتين كده ولا حاجه كانت جايبه لي. من 10 دقايق ساعتين. لا 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 جايبه لي من اصل احنا اصلا جايين من حفله مع بعض. الله. فايده تاني في الحفله. عمل دماغ حفلات. لا دي حفله تكريم. طب ما حفلات، انا ما قلتش حاجه وحشه يعني. ماشي. الهديه ايه؟ سلسله قلب كده. سلسله قلب. طيب والعكس؟ اخر هديه جات لها كانت من مين وايه؟ اخر سلسله كنت انا اللي جايبها لها. مش عايز اخر سلسله، عايز اخر هديه. ما يهمنيش راح لها ايه، انا عايز اعرف اخر هديه راحت لها كانت ايه ومن مين. اخر هديه كانت مني برضه. برضه سلسله. انت خدتيها ولا قلعتيها ولا لفيتيها اديتيها لها تاني؟ كانت سلسله برضه ولا كده؟ لا بس مكتوب عليها كلام معلمين. ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش. اكتر حاجه بتستفزك في الحياه. يلا يا جماعة ابدأوا اكتبوا الأحكام. يلا على الأس أم أس 199 وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو 99 وعلى الهاشتاج على تويتر كلام معلمين الأربعة وعلى الفيسبوك راديو 99 واكتبوا الأحكام اللي ما يتستاهلها. يلا وإنستجرام الراديو 99. أكتر حاجة بتستفزك، بتغيظك، بتضايقك، بتعصبك؟ الحشرية. لما يبقى حد حشري. تمام. وهاجر؟ تجاهل. إن حد يتجاهلها. حلو. يبقى الحشرية والتجاهل. اكلتك المفضله لو اللي لو فضلتي تاكليها طول عمرك ما بتزهقيش منها؟ الممبار.
ايه الاختيارات العجيبة؟ الممبار وهاجر الفسيخ. الفسيخ احنا اتفقنا على كده. طب حلو حلو، الممبار والفسيخ. لا حول ولا قوه الا بالله. ريحه، مين اكتر حد مش طايقها حاليا غيري؟ لا انت تعديت كل الحدود. انت جبار. لا بجد، اكتر حد مش طايقه لو انا قولي لي انت عادي حاليا في اللحظه دي مين اكتر حد مش طايقه؟ اقول عادي. قوليها ولا يهمك، خليكي شجاع. اللي خلتنا غني دي بس ادني الدرجات. لا بلاش حرام. طيب مين؟ لا مش هينفع. سؤال بنسيبه تاني، انا ما عنديش اي مشاكل. انت ما شاء الله النهارده هتاخدوا الدرجات بالماينس. لا 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 خلاص كفايه كده. طب ايه لو قلت انت هتزعل؟ قولي انا يا بنتي، قولي انا والله العظيم هوافق، بس قولي قولي لي انت يا يونس. انت يا يونس. انت يا يونس. بس انت حبيبي برضه. ماشي، المهم بس الاجابه تتطابق. اكتر حد هي بقى مش طايقاه حاليا يونس. هي مش ممكن بعد الاسئله برضو تقول نفس اجابتك على فكره، فانت ممكن تتجازفي وتقول يونس برضو. طب ما انا كده اجيب في سيره الناس يرضيك. قولي اسمها، مش عايزين اسمها بالكامل، او اسمه بالكامل. محمد، مصطفى، هبه، نورين. بنت اسمها ليلى. ليلى؟ اه ماشي. طيب طقوس النكد عند مي ايه؟ لما بتحبي بقى تعيشي في مود النكد بتعملي ايه؟ بكتب، ببقى في الموبايل. انت بتكلمي كده ليه؟ بكتب وبقى في الموبايل. شفت الصار؟ كنت معاك في الرعب. بتقفل الموبايل تمام، بس لا صوتك وانت بتعملي عشان بفكر. طقوس النكد عند هاجر بتعمل ايه؟ بتعيط بس عادي زي الناس. مش طب لا يعني في حال، يعني انت مثلا قلتي بقى في الموبايل وبعد كده هتعيش غم بقى، في حد بيعمل دي اكتيفيت للفيسبوك مثلا؟ لا لا مش كده. هاجر بتعمل ايه يعني؟ دينا حاجه من الحاجات اللي بتعملها. اكيد نكدتي عليها كتير يعني، فعارفه يعني، ولا مجرد انها بتفتح في العياط وخلاص؟ والله يعني بنقفل مع بعض وبتعيط. ماشي تمام. اختاري. لا مش اختاري. حاطه نيك نيم جنب اسمك ايه على البروفايل بتاعك على الفيسبوك؟ انت مش عارفه انت كاتبه ايه؟ لا لا هقول لك، مشتاقه لربي تقريبا، كنت عاملاه من 5 سنين ولا حاجه. اخر كلام. تمام. هاجر حطت كلمه معلمين جنب اسمها امتى؟ يوم ايه؟ كان يوم ايه في الاسبوع؟ يوم ايه؟ ها الدقه. ارمي اي يوم وانت وظروفك. لا احنا دخلنا على بروفايلاتكم وقعدنا نذاكر. طب تعمل فرق. نقول يوم مثلا خميس. 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 لو طلع لك المصباح السحري ايه اول امنيه هتطلبيها ايه؟ نقوم امشي من هنا. نقوم امشي من هنا. يا عيني يا بنتي. انت معذبني. وهاجر لو طلع لها المصباح السحري اول امنيه هتطلبها ايه؟ انها تاخدني ونمشي من هنا. يعني مغادره الاستوديو. والله العظيم انتوا فقر. الله يبارك. اخر فيلم شفتيه كان ايه؟ سينما، تلفزيون، معاها الاحمر، اي حاجه، الخط القط الاحمر. الاحمر مضايقني. اخر فيلم بجد شفتيه كان ايه؟ في السينما ولا معاها عموما؟ لا انت اخر فيلم شفتيه ايه قبل ما تيجي؟ اخر فيلم وخلاص عينك جت عليه. لا احنا اخر فيلم دخلنا سينما مع بعض كان اشتباك، وده كان اخر فيلم شفته. التم يعني ده اخر فيلم شفتيه كان اشتباك. تمام. وهي نفس الموضوع ولا هي شافت حاجه بعدك؟ اكيد ما اعرفش، بس اشتباك يعني. مش اشتباك. هتختاري يتحكم عليكي من حاجتين، من الوسائل التواصل بتاعتنا، الرسائل او الفيسبوك او تويتر او الانستغرام. الحكم الاولاني ناخده منين؟ انت اللي بتختاره. لا والله العظيم ابدا، انا بعمل ريفرش. اول حاجه بتطلع قدامي. لا ما تقلقيش، ده الناس يعني مظبطاكي. تريقة على صوتي طبعا. لا لا خالص، ده الاحكام شغاله. حد يقول لك ترقص عجين الفلاح، اطلبي حاجه. لا إله علشان ننفذ. يلا ها بسرعه. تويتر. انت قلت ايه اصلا؟ انا ما قلتش حاجه. بقول لك يا تويتر يا انستغرام يا الاس ام اس يا الفيسبوك. لا خليها تويتر. ماشي يلا بينا تويتر، نشوف التويترين. واول حاجه هتيجي قدامنا، بصي الحكم بتنفذيه وحش بتاخدي الدرجه، بتمتنع عن التنفيذ بناء اصل الماينس، بتنفذيه حلو بتاخدي الدرجه، يعني حلو وحش بتاخدي الدرجه. بصي يا ستي.
ريم حرام عليك يا ريم. لا مش هيبقى ريم بتقولك خدي نفس واكتمي ساعة. ده تموتيني شكرا. ده شرف قتلي. الناس حباكي. طب لسه برضو على الهاشتاج تويتر علق معايا. ايه ده الناس كرهاني اوي كده ليه؟ يلا بينا ثانية واحدة. لا حد شكرها كعيب والله. الناس كلها بتهزر معاكي ومبسوطة منك جدا. الله بيقولوا لك ما تجيش تاني. شكرا. ثانية بس ثانية عليا تويتر مش راضي يفتح. احسن. لا فاتح اهو. حد بيقول لك بصي الاختيارات ايه؟ يا تقلدي يونس ده مين؟ ده نيمار. يا تقلدي مرتضى منصور يا تزغرطي. ده يعني انت عندك حاجه ده يعني نيمار ده والله كتر خيره مديك اوبشنز. طيب هتعملي ايه فيهم عشان نجهز لك مزيكه؟ هتقلدينا اجيب لك مزيكه البرنامج؟ مرتضى منصور مش عارف نجيب ايه بس هتزغرطي يبقى نسكت الصوت والمزيكا خالص. طيب مش بص مش هينفع اقلدك مبدئين يا ستي ولا يهمك عادي. مرتضى منصور مش هينفع اقلده برضه. طيب خالص. يبقى زغريت. يلا طب اقفلوا الباب. اقفلوا الباب. اقفلوا الباب عشان الشرطه لما تيجي عشان انا اللي هتشل لوحدي النهارده لوحدي بقى. يلا بينا ده اخر حاجه خلاص هتعمليها وتجري بجد. يلا 3 2 1 يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك. كفاره. يلا يا مي انطلق يا مي وربنا يصلح الحال ونشوف اللي هيجي بعد كده ايه. يلا بينا. لسه عليكي حكم كمان صدقتي ولا ايه؟ الشر ده. لا انا هروح. فاضل حكم كمان بجد. والله ما انت بتقول لي هو جوكر وحكم. لا ما انت عارفه مش انت دعيتي عليا وبتكرهيني واكتر واحد بتكرهيني. والله لا خليكي تمشي من هنا. والله العظيم ده انت تدوري على بيتي وتحطي والله السؤال ده. يلا هتختاري مين؟ يونس والنبي بلاش. يلا 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 بسرعه يا شاطر. يلا يلا يا بطه يلا قط. ها لونج اداني منين؟ فيسبوك. فيسبوك. يلا يا فيسبوكيين يلا. يلا مي ما شاء الله النهارده جات لنا برجليها واحنا هنظبطها. حسبي بس بعيد المايك عشان تسمعها وداني اتخر. طيب بسم الله. الصوره بتاعتكم يا جماعه الصوره بتاعت مي وهاجر على الفيسبوك دلوقتي. اللايكس بتاعتكم ليها والشير والكومنتس هي اللي بتجيب هتديهم السكور الحلو. نشوف بقى الحكم ايه. اسف. ايه تاني ايه تاني نشوف بس عشان المزيكا خلصت نرجع. جرجس ملاك بيقولك والله حكم سهل. بيقولك قولي طريقة الفنانة فيفي عبده وهي بتقول خمسة موا خمسة هوا نيو خمسة. هي بتقول خمسة موا خمسة هوا نيو. التالتة كانت ايه؟ اموا. لا هتقولي خمسه مو خمسه هون يو خمسه. هي كان في حاجه خمسه. ايوه بقى ايوه بقى. الله ده انت حافظه بقى. اهلا بيكي. يلا بينا. يلا 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 يا مي اتفضلي. نظرتك كرهاني بس. والله خالص ده انا فرحان بيكي جدا. ده انت صيدعه عبيطه بتنفذ اي حاجه. العفو العفو العفو. يقطعني لو قلت اي حاجه شبيهه بكده مثلا. يلا يلا يا فوف. خمسة مو خمسة هوا نيو خمسة. ايوه بقى يلا بقى مو. تصي ولا قلقانة؟ طب اهدي كده وركزي. تمام حاضر. نبدا على طول. يلا جاهزه يا شابه؟ خير اللهم اجعله. يلا بينا الاسئله بتاعتك. سيبك من اللي مايا عملته. ما اعرفش ان يعني انت هاجر دخلت قالت ودتنا في داهيه. قلت لها انا حاسه انها ودتنا في داهيه. ولا ودتك في داهيه ولا حاجه. انت هي جاوبت اجابات نموذجيه وعليك ان تجاوبي مثل ما جاوبت. سوف نفعل ذلك. مايك اسمك الخماسي ايه؟ هاجر. هاجر محمد كمال الدين صالح زيدان. لا بالراحه اختي. هاجر محمد كمال الدين صالح زيدان. ومي اسمها الخماسي. مي صبري عبد الرحيم محمد احمد. مي صبري عبد الرحيم محمد احمد. هي برج انت؟ سرطان. وهي جوزاء. اخر صوره نزلتيها على السوشيال ميديا كانت ايه؟ اخر صوره نزلتيها ليا؟ اخر صوره عموما نزلتيها على فيسبوك على اي حاجه اخر حاجه نزلت ليكي كانت ايه؟ اخر بوست ولا صوره؟ ما تلخبطنيش. المهم انا ما جبتش سيره بوست دي خالص. هي بتدور على اي حاجه على ما تفكر. اوكي بس الصوره اخر صوره كنت كان بروفايل بيكتشر كنت في صلاه العيد وكنت لابسه اسدال كده ومعايا صاحبتي وبتاع. صوره ليكي بروفايل بيكتشر صلاه العيد. واخر صوره نزلتها مي على السوشيال ميديا كانت ايه؟ نزلتها مي. هي ما تنسيش الصور ليها. اخر صوره نزلتها حاطه بروفايل. والله العظيم انا اقصد اخر صوره ان شاء الله تكون نزلت صوره قرده.
ماشي. حاطط صورة ميكي ماوس. حاطط صورة ميكي ماوس. تمام. جبتي كام في الانجليزي؟ 47.5. ومي هي اكيد ما قالتش. لا قالت والله العظيم قالت. اقول والله قالت. انا مش هحلف بالله انا ماليش دعوه. بس المفروض ما اقولش اصلا. قالت 25.5. 25.5. هتزعل على فكره. ما هي قالت بعد ضغط. يعني هي في الاول رفضت 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 وبعد كده دليل تتريس ايش الزنقه دي على فكره. ما ينفعش وجاي في الماده الصعبه يعني في ايه يعني. قلبي دليلي قلبي دليلي. هتزعل اقسم بالله هتقطعني. حد قالك تقولي؟ ما كنت تقولي مش عايزه اقول. طب ما هي قالت. هي تقول. انت ما تقوليش. هي عارفه يقولك ايه؟ انادي على ابني واكره اللي يقول امين. هي تقول. انت بتولع يعني. لا مش بولع يعني. هي بتقول درجتها. تقوم انت تفضحيها زياده. طب يعني على فكره هي قالت اكتر من كده بكتير بقى. ايه رايك؟ بس يا احمد. شعورك ايه؟ مش هتكذب. ما بتكذبش. لا للاسف كده ما بتكذبش. والله العظيم قالت درجه تانية. يا نهار اسود. اكتر ماده كنت خايفه منها كانت ايه؟ اكتر ماده العربي. واكتر ماده هي كانت خايفه منها ايه؟ العربي. اخر كلام. تمام. ايه اللازمه اللي دايما في كلامك؟ اتكلم انا. مش عارفه. ما علينا. ما علينا. ومي مش عارفه اصلا اقول لك. ده هي جاوبت السؤال ده بسرعه جدا. مش عارفه. ممكن وحتى فيما يخص اللازمه بتاعت جاوبتها بسرعه برضو. والله خليها ما علينا برضو. بس انا باخدها منها اصلا. ما علينا. انتوا الاثنين ما علينا. تمام. مين اقرب حد ليكي في البيت؟ ماما. اقرب حد ليها في البيت؟ نهى. نهى دي تقربها ايه درجه؟ ماشي تمام. اخر خروج عائليه خرجتيها يا هاجر كانت امتى ورحتوا فين؟ اخر خروج عائليه. ياه. هي برضو قالت كده. قلت لك ياه. مش فاكره. بس هو احنا بنخرج كتير مع بعض بس فعلا مش فاكره. استنى هقولها يعني. هقول لك. انت لسه متوتره. اهدي كده اهدي كده اهدي. مش عارفه يا احمد والله. تقريبا بص هقول لك حاجه. ما خرجتش كده. بنخرج كنا رايحين الفسطاط ومن بعيد. الله. من بعيد. اخر من بعيد ده اللي هو ما هو احنا بنقول امتى يعني مثلا؟ مش فاكره. شهر اتنين سنه. لا زمن من قبل الثانويه العامه كمان بكتير. سنه يعني. كنت بروح مع كويس صغير مش عارفه ايه. سنه ونص مثلا. سنه. اخر خروجه عائليه ما هي خرجتها كانت فين؟ افتكره على افتكره دخلت السينما مع باباها ومامتها واخواتها وكده. تمام. كانت امتى؟ نقدر نقول امتى يعني؟ بعد العيد بايام يعني شويه كده. الناس حطالك نتيجه السينما بتاعتك على الفيسبوك ولا تويتر اصلا؟ طب عادي على فكره. انا مبسوطه بيها. رقم فلوسك كان 2862. ما شاء الله. المعلمين جابوا درجاتها وحطوها لنا. لا بصوا. طيب وانا بكذب عليكم؟ تعالوا نقول درجات. 97.8. قول. استني بقى. مش مكسوفه. لا بصوا بقى. هاجر ما شاء الله عشان نحسدها جايبه في العربي 80 ونص. انت بتقرا الاجنبيه الاولى 50. استنى انت كده بتقرا الدرجه اللي مش بتاعتك. دي النهايه العظمى. او الدرجه اسف 78.5. 47.5 ما شاء الله. 39 المجموع. انت 98% ولا 97؟ 97.8% ادبي. يلا يا معلمين اشتغلوا حسد بقى. يلا كل عظمى ربنا يفرجك. نرجع تاني. قلنا خروجاتها العائليه كانت سينما. وكانت امتى؟ من حوالي قد ايه؟ يعني بعد العيد بشويه صغيره. بعد العيد الصغير دخلوا من 30 سنه يعني. نقدر نقول لا بعد بعد العيد الصغير. نقدر نقول شهر مثلا ممكن. دخلوا من 30 سنه بس مش فاكره. ما قلتليش حاجه اقرب من كده. يعني كنت اقول لكم دخلوها من 30 سنه. دخلوا فيلم من 30 سنه. نقدر. ما هو لازم تقولي مده. من شهر او شهرين او شهر ونص. قول شهر. قول شهر. بواب العماره بتاعتكم اسمه ايه؟ ما عندناش بواب. بواب عماره مي اسمه ايه؟ هو مش عارفه. اي عم. اي حاجه. عم متولي. يعني عم متولي. هي مش مسكيش دعوه. عم محمد. اكيد في محمد. لونك المفضل في اللبس ايه؟ بينك. البينك. ولونها المفضل في اللبس ايه؟ احمر. الاحمر. بتحب تلبس الاحمر؟ ما اعرفش. ما تلخبط. بص بينك واحمر. تمام. اقوله خلاص بقى. المكالمه اللي جايه بتبقى مكالمه الجوكر. بتاخدي مكالمه زي ما انت عارفه وكل اللي عليك تقنع اللي بيتصل انه يديك الدرجه. انا واحده. البسي اي هيدفون من دول. اوكي. قولي الو. الو. لا انا مش سامعه. الو. مش سامعه خالص. تمام. مين معانا؟ الو. يا فندم. اكرم نبيل. ازيك يا اكرم؟ اكرم نبيل. اكرم الحمد لله. اكرم بيتصل في البرنامج ده بس عشان يحكم على الناس. يلا اكرم. اديها يا اكرم الدرجات او اطلب منها طلب عشان تديها درجات. اطلب منها طلب. خليها تغني كلام معلمين. تغني تتر كلام معلمين. موافقه؟
يعني تسمعيها ولا تغنيها من غير حد؟ ما اغنيها حافظاها. طيب من غير ما تسمعيها؟ هحاول. لو عايزه تسمعيها موجوده. لا لا يلا واكرم انت اللي هتسمع وتقيم وتقول عايزه تغنيها من اي جزء ولا عايز تسمعها كلها ولا عايز ايه بالظبط؟ يعني خليها تغني لحد ما انت تقول لها اقفي. هذا اقفي يعني. ماشي تمام يلا انطلق. والدنيا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس، مع بعضنا مش متفرقين دايما في الخير متجمعين، نوصل لبعيد لو حتى فين بحب الناس، لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكتوا كل اللي بيحبطكوا بحجاج فارغة ومش مقبولة، والدنيا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما حبك للناس. يا اكرم. ايوه يا احمد. بصراحه لو ما اديتهاش الدرجات تبقى بايخه قوي. لا ما هو انا ما بديش درجات يا احمد. ايه ده؟ شفتي الرد؟ يا اكرم ده انا شريك. ها يا اكرم بسرعه عشان الوقت. اكرم هتديها درجات ولا رافض؟ لا 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 لا. طب كم بجد؟ لا ولا لا ها؟ لا مش هدي درجات يا اخر كلام. شكرا اكرم. اكرم رفض يديك الدرجات. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول يعني ما ان يعني ماليش اي تدخل يعني. ماشي شكرا. لا واكرم قفل خلاص. رأي يا اكرم. يا ستار يا رب. شفتي الشر التوجيب زي الفل ده. قشطه 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 جدا بقى. لا بجد انا فاكره بيهزر. خلاص اللي عايزه. تمام نرجع تاني نشوف الدنيا فيها ايه. معلش معلش بس هقول لك حاجه. صوتك 100 بجد للامان. قلنا الالوان المفضله. نروح على اسم الشارع اللي فيه المدرسه بتاعتك. اسمه ايه؟ شارع طنطا. شارع طنطا. ومي شارع طنطا برضه. شارع طنطا. وعلى فكره اسمه سيد مكاوي حاليا عشان هي لو جاوبت الاجابه دي. يعني اسمه طنطا. هي قالت اسم الشارع ما قالتش. بس طنطا هي المعروف. طنطا ما قالتش. شارع طنطا هي معرفة. ما قالتش اتنين يعني. ما قالتش اختيار. خلاص طنطا. اكتر صفة بتكرهيها فيها؟ بتهزر في اوقات ما بحبش اهزر فيها. اكتر صفة بتكرهها فيكي؟ ببقى جد كتير وهي ما بتبقاش عايزاني جد. عكس بعض. تمام. اخر هدية جات لك كانت مين وكانت ايه؟ كانت سلسلة كلام معلمين. دي سلسلة كلام. ورينا كده. الله هم اللي جايبينها لي. حلوه حلوه حلوه. مين جابها؟ مي ورنا. مي ورنا. واخر هديه جات لمي كانت ايه ومن مين؟ مش لازم تكون منك. اخر هديه انت برضه. لسه دلوقتي حالا قلت لها ايه؟ سلسله موضع عليها كده فيها تفاحه كده. تفاحه ولا قلب؟ هي شافتها قلب. الله اعلم. انا مش مشكلتي انها شافتها قلب. ايوه كانت تفاحه وربنا. طيب تمام. اكتر حاجه بتستفزك في الحياه عموما وتنرفزك قوي ايه؟ تجاهل. تجاهل. اكتر حاجه بتستفز مي؟ الحشريه. الحشريه. ان حد يكون حشري. يم 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 يم. اكلتك المفضله اللي فضلتي تاكليها هاجر عمرك ما تزهقي منها؟ فسيخ. بجد؟ ده اتفاق ولا دي حقيقه؟ لا حقيقه والله. انا فعلا بعشق الفسيخ. ضربه فسيخه كان امتى؟ يعني بعد العيد باسبوعين كده ولا حاجه يعني. تمام. اخر والاكله اللي مي ما بتزهقش برضو منها ايه؟ بتحب كوارع وممبار وحاجات زي دي. بص احنا اكلنا كله. لا اختاري اكله واحده من اللي انت قلتيهم. كوارع ممبار. ولا ممبار؟ ممبار. ده مش اتفاق ده حقيقه. بتضرب ممبار برضو. بتحبها؟ تمام تمام. لا انا بس مش مشكله لو اتفاق يعني. حضرنا كويس. بالعكس. لا بالعكس ده انا مبسوط مبسوط. انا عايز اعرف ده بالتحضير. أوكي. ولا ده كده يعني في حاجات كانت بنتاكد منها بس لكن كنا عارفين. انا عارفين طقوس النكد. كل واحد عنده طقوس لما بيجي يقلبها دراما. بيبقى عايز في اللي يقفل على الاوضه، في اللي يعمل دي اكتيفيت لبروفايله، في اللي يقاطع الناس. طقوس هاجر لما تبقى عايزه تطلب نكد بتعمل ايه؟ اختاري حاجه واحده او حاجتين بالكتير. ما بعملش دي اكتيفيت بس ممكن بتصل بيها وبحكي لها يعني. طقوسك في النكد ان انت بتتصلي تحكي. بتطلع عيط بقى وحاجات كده. بتتصلي وتحكي وتعيطي. تمام. مي طقوسها في النكد؟ لا مي بتقفل تليفوناتها ومتبقاش طايقه تكلم حد اصلا. بتقفل الموبايل. لو الموبايل. الموضوع تقيل ده باتفاق ولا ده كده؟ لا دي اول مره اتكلم في الموضوع ده. تمام هايل. حطيتي كلمه كلام معلمين او معلمين في البروفايل جنب اسمك كان يوم ايه في الاسبوع؟ سبت حد اثنين نعم. ثلاث اربع خميس. ايه ده في يوم اسمه نعم؟ تفتكروا ازاي ده؟ انا سالتها وجاوبت على فكره. لما بص انا هفتكر لك يوم وانت تقول لي. انت بقى اقعدي زارا. يوم ما كسبت في الكورس ده كان ايه ده؟ لا انت اللي تقرفت. انت بتسالني. هي قالت يوم باين السبت ولا ايه؟ لا استنى استنى بقى اقول. اقول جمعه. انت عارفه كميه الناس اللي بتدعي على اكرم؟ والله حرام.
ها كان تقريبا الجمعة اخر كلام. اه جمعة. ده بالنسبة لك انت. طيب مي حاطة نيك نيم جنب اسمها على البروفايل عندها على الفيسبوك بين قوسين ايه؟ حاجة فيها فسيخة حاجة كده. لا لا منبار. لا انا مش فاكرة بالظبط بس حاجة فيها لازم تعرف. في تقوى. في تقوى في النيك نيم. في ورع. في سجادة صلاة. ممكن في جامع وكنيسة. في حاجة شبه ولاية صفا يعطيك ربك فطر حاجة السكة دي. قولي حاجة خليها مش فاكرة مش عارفة. انا مالي كان على عيني. ما احنا دخلنا ذاكرنا البروفايلات بتاعتكم عشان نجهز أوكي. الاسئله عشان خلاص خليها ولا صافي يعطيك ربنا فضل بس هي غلط يعطيك. الله طب ما تقولي الصح. ما عشان انا مش فاكره كويس. شوفي حاجه تانية بتماثل دي. ها يلا خلاص بقى يا احمد بعد ديها اجر. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وعارفه انها غلط. أيوة. لو طلع لك المصباح السحري اول حاجه امنيه هتطلبيها ايه؟ ايه ده استنى فكرتش اصلا. نصيحة اطلبي حاجة غير متوقعة خالص لان هتطلب منه حاجة طلبت حاجة يعني بعيد عن تفكيرك دلوقتي خالص. بالنسبة لي مش عارفة ممكن بسرعة هاجر ساعتنا بتجري قابل حمزة نمرة. تقابلي حمزة نمرة الموضوع محتاج مصباح سحري والنبي يا بنتي اخدك اودي شوف انت. ماشي تقابل حمزة نمرة. طيب وهي تقابل مين؟ فيفي؟ قولي لي بس عشان عارف انها بتحب فيفي عبده. ايه ده؟ استنى طيب هي تسافر مثلا تسافر في حته معينه مش عارفه ممكن تسافر يعني تسافر ممكن تقولي تسافر تسافر تسافر. اخر فيلم شفتيه سينما او غير سينما كان اخر فيلم شفتيه؟ انا فيلم شفته اشتباك في سينما. اخر فيلم شفتيه كان اشتباك من يومها ما فتحتيش التلفزيون خالص. فتحت بس مش شفت وشفت تامر وشفيع بس اللي خلينا في اشتباك عشان ده عشان انت عارفه ان الاجابه دي هي هتقول ايه. عشان كنا مع بعض. وهي اخر فيلم شافته اشتباك. اشتباك كده الاسئله خلصت. ليكي حكمين هيتحكموا عليكي هتختاري وسيلتين من وسائل التواصل الاجتماعي. خدنا على الفيسبوك. فيسبوك يلا بينا. استر يا رب. ما تخليك حنين معايا شويه. يا جماعة صفحتهم صورتهم على الفيسبوك مي منتس وهاجر حمزاوية المعلمين موجودة دلوقتي على صفحة الراديو 90. كل اللايكس وكل الشير وكل الكومنتس اللي على البوست هي اللي هتخليهم يحصلوا على الجائزة المالية المقدمة من الراديو 90 ويحصلوا على المركز الأول. طيب احنا هنريفرش واللي هيطلع قدامي حد. بصي شريف بيقول منك لله أكرم. يا ربي ما تدوني انتوا. طيب يا جماعة طيب لا كل استنوا بس في ناس لسه بتكتب الفسحه. فسحه ايه يا جماعه ركزوا. هو ايه كانت الفسحه دي ما تقول لي. لا خليكي في اللي انت فيه. خليكي في اللي انت فيه ابله. طيب استنى هريفرش كمان مره معلش عشان نشوف اول حاجه تطلع قدامنا. بس لسه ما فيش حاجه طلعت والله. اوصي ماشي في بس اهو. الليدي يونس وهو بيحكي قصه رعب. ايه عبد اللطيف فنانه المعلمين. ايه ده؟ احنا هنديك الادوات وهنديك التولز ومزيكا بقى واجواء. معرفش ايه ده. احكي عن اي حدوته اي موقف. احكي حاجه رعب. ان انت قابلتي مثلا وانت صاحيه من النوم في مره ميت طلعت لك. اي حاجه ادينا انطباع كده فنطلع بقى. يلا بصي اهو يلا بينا عيشي المود. هو بيقول لك لازم تقلديني فحاولي تقلديني مش تحكي رعب. مش بعرف اقلدك. هيجي هيجي. بصي المزيكا والحاجات دي بتساعد ما تقلقيش. يلا البسي السماعتين عشان تسمعي المزيكا. ابدأ دلوقتي معانا معادنا مع قصة الرعب. ده يا حلاوة. دلوقتي يا حبايبي معادنا مع قصة الرعب والنبي. ما تتريقش عليا عشان الرعب كده. طيب بالراحة. كانت ماشية في الشارع وهي ماشية حست ان في حد بيمشي وراها. ولما تحس ان في حد بيمشي وراها تعرف ان في قرين. تعرف ان في قرين وبعدين هتمشي شوية كمان قدام وتمشي شوية لورا. يلا تمام. وهتلاقي قطة زودة تبص لها برق. هي هتحس ان هي قرنها متجسد في القطة. شافت الظل بيمشي وراها وهي بتحاول انها تتجنب الموضوع ده لكن وهي ماشية الظل كان ماشي حجمه صغير فلقيته بيطول طول. قدامها وبدأ الظل يكاد يكون يغطيها كلها. حاسس ان هو هيجم عليها. فضلت تجري. فضل بيجري
حاسه بيه يعني، حاسه بنفس وراها. كل النور اللي في الشارع اتقطع، فلا شافت ظل ولا شافت حاجه تانية. ايه اللي حصل؟ حاسه اللهم صل على عائشة دي معانا. حاسه بحاجه بتيجي على ظهرها فجاه، وقعت على الارض. خلاص تمام زي الفل، 100 100 100 والله. طيب اختاري بقى الحكم التاني يكون من على ايه. عايزه فيسبوك برضو زي ما هو، مفيش مشاكل ناخد. انت حددي وسيله. عندك الرسائل؟ ما عنديش. اسحب على تويتر. وعندك الاس ام اس رسائل، وعندك الانستجرام، زي ما احنا زي ما وممكن. طيب يلا بينا. بسم الله. في ايه؟ ثاني الصفحه ما مش عارف معلقه. بص في الصوره بتاعتكم فقر ومش جايبه كومنتس تحت عشان احنا حلوين. قطعيت قطعيت كتاكيت وبني. ما تنكرش لو سمحت. بص استني. غني يونس لمنير بصوت منير يعني ولا عادي؟ والله لو عملتيها بأداء الكينج هتبقى رهيبة. أنا هشغلها لك من الكاريوكي بتاعنا فممكن تعرفي تندمجي معايا. يلا يونس، يونس هات لنا يونس من الكاريوكي بتاعنا. عايزاها من أول ما بيتكلم في الأول ولا عايزة من أول؟ لا عايزة من الأول. يلا لا زاد ولا ميا، وغربتي صاحبتي صاحبتي. بتحوم حوالي، بحب تحب ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. ايوه يا هاجر يا يونس في بلاد الشوق، يا ولد الهلالي بتون دموع العين، وانا سايب اهالي. يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي، يا عزيزة يا بنت السلطان لو يتغير الزمان، وقابلتيني في اي مكان كنت عشق من غير ما تقولي يونس. انا يونس كنت حقول اهو ده المحبوب، ويدوب قلبي قبل ما دوب. يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي، انا يونس نسيتني والدنيا مالت عليا. كفايه. تمام هاجر، ثانك يو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. طيب في سؤال بس يعني وأمني في الأسئلة وهقوله بس سريعا. أكتر حد مش طايقاه حاليا مين؟ عبير. عبير. طيب أكتر حد ما مش طايقاه حاليا؟ ليلى. أنت اتفقنا عليه. طيب يا هاجر يا رب ما يكونش بيسمع. طيب يا هاجر طيب يا هاجر يلا بينا سيبكم شوية عشان نجيب مية بقى. مية زمانها أصلا منهارة، مية خارجة من هنا. أنا مش عايز أكلمها لي مش عايز.